بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالشمال والوسط والساحل والجنوب الليلة الماضية 10 عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة، فيما أنقذت 77 مهاجرا تونسيا من الغرق، وذلك وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني اليوم الجمعة. هذا وقد أذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم. يعتزم مجلس الغرف المشتركة تنظيم المنتدى التونسي للاستثمار يومي 23 و24 من جوان جاري بتونس العاصمة، واستعدادا لهذا الحدث اقترح المجلس جملة من الإجراءات العاجلة لضمان مناخ أعمال جيد. ومن ضمن مقترحات المجلس، وفق ما نشره اليوم الجمعة دعوته إلى تعديل الأمر الحكومي عدد 389 والمتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات التي تتم في إطار قانون الاستثمار، بالإضافة إلى دليل الإجراءات والرقمنة الكاملة لمسار المستثمر. دوليا، قضت محكمة جزائرية يوم أمس الخميس بالسجن المؤقت لشخص متهم برمي سيجارة تسببت باندلاع حرائق كبيرة شرقي البلاد، ما أسفر عن وفاة شخصين والتهام مساحات شاسعة من الغابات. أسفر انفجار بمصنع كيماويات في الصين عن فقدان 6 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين وفقا لوسائل إعلام محلية. نهاية الموجز، قدمته لكم أحلام العامري، في أمان الله. موجز الأخبار على الحياة فاهمة.